يسري مبروك الربح ساعة. دربي فيها ابليكاسيون قوية منكم الكل. رينا ليكيب في ميتامورفوز حلوة برشا، ورينا جو كبير، ورينا جرينتا نتاع ربح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما كنت تحكي ذولي اليوم الماتش اللي عنا برشا قاعدين نستناو فيه، ماتش نقولوا نتيجة وأداء. اليوم قدمنا معناتها من أفضل مباريات، خلينا نقولوا من نصف النهائي والنهائي معناتها كوب دافريك. هذا معناتها أول مباراة وين كنا معناتها أبليكي في الأتاك ديفانس. اليوم الأولاد كل معناتها شفت قيمة الإفكتيف، ناس كل هبطت للتيران، ناس كل عطات معناتها، ناس كل عاونت بعضها. هذا معناتها ما جاش بالسهل، معناتها قاعدين نختموا الحقيقة، قاعدين نعملوا في عمل كبير. نحب نقول ذولي مانيش باش نقفوا، لنا مازال الخدمة كبيرة، مازال الرسمي كما نقولوا هذا سوبر بلاي أوف. عملنا المرحلة الأولى وين خذينا معناتها البونيوس، يظل المرحلة اللي جاية هي باش تكونوا فيها مركزين أكثر، نكونوا معناتها أبليكي أكثر. إن شاء الله فما كان خير. ذولي نحب نفتح قوسين، ميريت كبير بصراحة الجمهور النادي الأفريقي اللي مكسب معناتها لجمعيتنا هذا. اليوم الجمهور نتاعنا ورى معناتها الروح معناتها الكبيرة اللي معناتها ساند فينا لآخر لحظة، وكان إكزامبلير للجماهير بقيت تونس الكل. نقول إن شاء الله نكونوا في معناتها في قيمة الثقة اللي عطاها لنا وثقة الإدارة اللي واقفة ورانا، وبقدرة ربي إن شاء الله فما كان الخير. يعطيك الصحة يا يوسف، عايشك، وإن شاء الله إن شاء الله حسن إلى أحسن إن شاء الله.